ترحب بجلاله الملك محمد السادس والتي عرفت مشاركة 15 فارسا. تأهل 4 متبرين إلى مباراة السد، والفارس أحمد درغال صحبة الفرس كيد دو بيسيغ احتل هنا المركز الثاني، قطع المطاف بدون خطأ وفي ظرف 43 ثانية 40 جزء من المئة. على الصورة غالي بقاع صحبة الفرس بوكر دو كوي تمكنها من الفوز باللقب، قطع المطاف بدون خطأ وفي ظرف 42 ثانية 66 جزء من المئة. وبالنسبة للليوتنون كولونيل حسن الجبري اكتفى بالمركز الثالث، قطع المطاف بأربع نقط كجزاء وفي ظرف 46 ثانية 93 جزء من المئة. المتبري الرابع محمد البناني اعتذر عن المشاركة واحتل بذلك المرتبة الرابعة، والمرتبة الخامسة عادت لليوتنون كولونيل حسن الجبري صحبة الفرس إكليبس دو كور. وفي الختام أشرف الجنرال دو كور دارمي عبد العزيز بناني المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد منطقة الجنوب بحضور عدد من سامي ضباط القيادة العليا على تسليم الجوائز على الفائزين. الفارس الغالي بقاع الذي ينتمي للمركب الملكي للفروسية وتبريدة دار السلام يفوز بالجائزة الكبرى لأول مرة في هذا الموسم الحالي. جائزة مرت فريمون مزيان من حيث هذه شحال وانا تنوجد لها الجائزة هذه. الحصان ديالي الحمد لله نقز مزيان وانا فرحان باش العود نقز مزيان ودار داكشي اللي قلت ليه، دونك ما نقدر نكون غير فرحان وسرور بالعود ديالي. المسابقة رقم 18 والتي خصت جائزة القوات المسلحة الملكية عرفت فوز اليوتنون كولونيل حسن الجبري صحبة الفرس الباسو، قطع المطاف في ظرف 56 ثانية و16 جزء من المئة. وبالنسبة لنهاية البطولة العسكرية اللقب عاد للنقيب عبد الفتاح أوتغرين صحبة الفرس كابريشيا، المرتبة الثانية عادت للكوموندون بلشب صحبة الفرس لادي توب، واليوتنو كولونيل كريم الشماع احتل المركز الثالث.